السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مصي أزاد في حلقة جديدة لمدن ودي زتاك قناة ارتيشري. قبل بدء هذه الحلقة وقبل كل شيء، أرجو منكم زيارة مدونتنا، الاشتراك في كل متابعتنا في فيسبوك وجوجل بلاس وتويتر، كذلك خاصتنا على اليوتيوب لدعمنا وللحلقات الجديدة. حلقتنا اليوم هي حلقة حصرية من نوعها، يعني فمن طلب من أحد متابعين على الفيسبوك درسان وقال لي كيف وجدت أو وجدت ثغرات في 4G LTE دي زاد. لمن لم يشاهد الحلقة فتأتي هنا، قال لي كيف وجدتها، فأردت أن أشرح لكم في اليوم الطريقة التي نجد بها أو نقوم بعمل سكان لإيجاد مثل تلك الثغرات. طبعا فمثلا سنختار أي سيرفر لأي شركة، مثلا هذا الخاص بي جي زي أو أريدو، يعني هذا السيرفر الذي تكتبه لتدخل مثلا. أريدو ديزاند، كذلك مثلا فورجي فهذه كلها سيرفرات الخاصة بالشركات التي نتعامل معها. طبعا فأنا وجدتها في 4G، عملت له سكان، فأنا قد وجدت أو وجدتها في أحد الصفحات، فعملت سكان لها حتى وجدتها، يعني تعمل كي أطرحتها لكم. طبعا فالطريقة هي كالتالي، فنحن سنختار هنا هكذا، ثم هنا نختار الهوست مثلا، هذا نقوم بعمله هكذا من هنا هكذا هنا، قم بوضعها كلها 255، يعني فحص كامل هكذا. ثم فكل ما لك فعله هو عمل ستار، وهو سيقوم بفحص كل هذه السيرفرات في الشركات، فإذا وجد سيرفر مفتوح مثلا يعني لن يجد بهذه السهولة، فأنت ستجد لون أخضر. مثلا سأوقف العملية، أنا تطلب وقت كبير كبير جدا لن تتخيله، سأوقف هنا مثلا. فماذا ستفعل؟ ستقوم مثلا، سأوقفه، أنت وجدت هذه مثلا عملية سكان، وجدت كلها، كل ما عليك فعله قم باختيار هذا، ثم صورة واي اي بي اذا بالاعلى في الاعلى، طبعا تجد الاخضر، خضراء تنقض، ثم الزرقاء، ثم الحمراء، ثم هل فهمت؟ او صورة باي بينج عفوا هكذا. طبعا فاذا هذا لانني اتصل معه فواضع لي مثلا اي بي هنا، فاذا مثلا اردت ان مثلا وجدت سيرفر، فماذا افعل؟ اتي الى هنا وصلني، اجد هنا مرابط الخاص بذاك سيرفر، اقوم بنسخه، اذهب مثل تلك الحلقه الى موزيلا فايرفوكس، ثم الى Advanced Settings، ثم تلصقه في بروكسي، وهنا البورت تقوم كذلك بنسخه وتقوم بوضعه هناك، وكذا ستجد ثغرة بدون أي مجهود، أو كذلك تختبر إذا كانت الثغرة تعمل. فسأريكم الآن كيف تختبرون. مثلا أنا قد وجدتها هنا مثلا 91، 69، 11 مثلا، أنا لا أعلم، فأقوم مثلا هي 11 وجدتها، أنا أذهب إلى هنا أضع 10، أتي إلى هنا أنسخ هذا مثلا كمثال 11، أكتب أنا هنا 11، 21 ماذا تريد؟ المهم يكون محصور بينهما ذاك العدد الأخير أو العدد السيرفر،
الذي تريد أن تقوم بتجربته، فأضغط على ستارت ثم انتظر. كما ترون قد ظهرت لنا بعض سيرفرات، ولكن هذه السيرفرات لا تعمل لأن لا يوجد بورت خاص بها. فأنا وجدت هذه مثلا، هذه ماذا أفعل؟ إذا ظهرت أنه هنا Alive خضراء، من هنا Pink ثم خضراء أي Alive، فإذا ظهر لنا هنا يعني أنه يعمل، إذا لم يظهر لنا هنا أنه لم يعمل. فهذا الشرح جد سهل وسينقص عليكم عناء التجربة. طبعا لمن يتساءل عن برنامج فان ما هو، فهو انجلر اي بي سكانر، برنامج مشهور قد طرقت اليه في حلقة كيفية اختراق الراوتر، فيمكنكم كذلك مشاهدتها. والى هنا قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو، اعلم انكم عمل لايك وسبسكرايب وشير وفافوريت، والى اللقاء في حلقة قادمة.